أهلا وسهلا، مرحبا بكم على قناة باب كندا. شكرا للجميع من أي بلد، كنشكركم الله يخليكم. راجعوا الموقع القناة باب كندا بوان انفو، راه جديد، يعني نفس الموقع، غيرنا منه لو لوك او ليبرجمون باش يكون بلو اكسيسيبل اي بلو بويسون، يعني يكون في احسن المردود ديالو، الانتاج ديالو. راه كندخلوا عليه تغييرات وتغييرات جايين. علاش كنقول لكم الكلام؟ كنحطوا فيه مواضيع مهمه لي بلوغ، سي في، كيفاش تعمل السيره الذاتيه، تدير مقابلات، برامج جديده، كيفيه داك لي تكنيك ديال لي زونتروفي باش نجح في لي زونتروفي بار سكايب. مواضيع مهمه، رجعوا له باب كندا بوان انفو. شكرا للجميع. ندخلوا الموضوع. كيف شفتوا من العنوان، دائما غنبقاو مركزين في هاد النقطه، وهذا الموضوع كيهم جوج الفئات، كيهم واحد الفئه ديال الناس، الجمهور ديالي اللي متابعني من داخل كندا. كنشكركم جميعا، كنشوف كتوصل بالرسائل وكنشوف التعاليق ديالكم قدر المستطاع. الناس اللي عندهم دي بيرمي ترافاي، دي زيتيديون، طلاب، الناس اللي كاينين هنا بفيزا فيزيتور، كلكم، والناس خارج كندا. موضوع الشطر الثاني من الحلقه كيهم الناس اللي خارج كندا وحتى اللي داخل كندا، باش تفهموا الموضوع الحلقه. غادي نتكلموا على مقاطعات رورال، ارياف الكنديه، موضوع مهم. علاش؟ لان نساو كيبيك، وكنتمنى الناس انكم تسجلتوا شفتوا الحلقه السابقه قبل 18 ابريل، افريل، خصكم تسجلوا باش تحصلوا على عقود عمل لا فك الشروط الاساسيه. راجعوا الحلقه السابقه افون لو 18 افريل، قبل 18 ابريل كاين الاستماره ديال التسجيل مجانيه. دائما هذه القناه كل شيء مجاني وبمصادر موثوقه والمؤكده حتى تنالوا المراد ديالكم. وراني كنتوصل بناس كنشوفهم انهم جاتهم دي زونتروفي من كيبيك موند، كنشوف التعاليق ديالكم الرسائل. كنتمنى لكم واحد سعيد، بقاو بوزيتيف ايجابيين، قرا على الشركه شويه، ابحث على الشركه مع من غادي تشتغل، حسن اللغه، حاول دائما تتكلم بالفرنسيه اللي كنت كتكلم ولا الانجليزيه ولا الفرنسيه، ماشي مهم انك دير اخطاء، سمعوني مزيان، واخا دير اخطاء لغويه راه ماشي مهم. هنا راك ماشي جاي تقري هنا في الجامعه تقري اللغه الفرنسيه والانجليزيه، ما خصكش دير اخطاء، ورغم ذلك يديروا اخطاء لغويه بعض المرات، هذا راه طبيعي، الانسان هو هذا، ماشي لغتك الاصليه، وحتى الناس اللغه الاصليه ديالهم كيديروا اخطاء. سمعوني علاش، هنا راه ما كيديوش على خصك تكون فولتير ولا نو، راه براسهم. انا راه كنت بيبليت وحده، دي فرونسي داروا دي تيست لينغويستيك، هادو اللي كيعملوا للناس اللي كيدخلوا لكيبك باش ياخذوا الاقامه الدائمه، وسقط فيه جوج مرات. وي راه ممكن هنا كيبغوك تتواصل، راه هما براسهم كيديروا اخطاء لغويه هنا، الناس اللي عايشه هنا راه عارفينها، الا شي ميادين مهم لك استاذ ولا شي حاجه ولا. يعني اش باغي نوصل لكم كالميساج؟ تتواصل، ما تحشمش، تكلم، واخا تعرف راسك راه كونجيغيتي في الباسي وليو بريزون، ماشي مهم، سمعوني مزيان، ملي تكون دير لونتروفيو، المهم ان راه كيشوفوك كتواصل معاهم، تي كومينيك، تي كومبرون، بارفي، سي كوم سا، هما باغيين بحال هكا، راه ما باغيك تجي تقري تجي تدرس ليهم اللغه هنا، راك باغي تجي تشتغل انفيرميير، خصك تفهمي اش غادي يقول لك لو باسيون، كويزيني خصك تفهم الباترون ديالك اش غادي يقول لك، بو نامبورت، اوبيراتور خصك تفهم اش كيقول لك الشاف ديالك. ماشي قال لك عطينا درس في اللغه ولا في الليكسيك ولا في الجرامير. سمعوها، راه نصيحه مهمه بالنسبه للناس اللي غادي يديروا زونتروفي، كومينيكي، ما تحشموش، بارلي اون انجلي سي لا ميم شوز. هذا الموضوع غادي ندخلوا له مباشره، هاد المناطق البدويه غادي ندخلكم مباشره، سيرتو الناس اللي مستقرين هنا في كندا عندكم حظوظ اكثر، باش نكونوا صريحين، على الناس اللي خارج كندا. علاش؟ لان عندكم ليكسبيريونس كنديان ديجا، عندكم ان ستاتي ديجا، اذا عندك حظوظ اكبر من واحد خارج كندا، نكونوا متفقين من البدايه. غيشي امبلوا هذا كيهم مناطق الارياف ماشي كيبيك، مواطن لي رورال، كوميونيتي رورال، هي هذه مناطق الارياف. هذا البرنامج تكلمت عليه وغادي نرجع له باش تفهموه، فيه عقود عمل كتبحث على ناس اللي فيهم الشروط الاساسيه، كاين اختبار لغه وي نيفو 4، سمعوها نيفو 4، ما كنتكلمش على ميسان ولا انجينيور ولا اركيتيكت ولا، باش نتفاهموا هذاك 7
انا كنتكلم ليكم في المهن ميتي سبيسياليزي كاليفي سيمي كاليفي ونيفو فيدرال رورال هي هادي 4 غادي تلقوها في لي كونديسيون. اول حاجه باش تدخل لهاد المنطقه كتشوفوا هنا خاصك تحصل على عقد عمل صافي باش نشرحوها و سي كوم سا انا لاحظتوا لا استراتيجي ديالي كنشجعكم وكنعطيكم مواقع باش تحصل على اقامه على عقد عمل يسهل لك الدخول السريع الى كندا بدون شروط تعجيزيه الا لفك الكفاءات وفك الشروط هذاك موضوع اخر سير لونتري اكسبريس بلا ما كاين كاليفي كاين فيدرال وكاين ديال لي بروفانس ما تجيش العقود العمل. الناس اللي كيهتموا بهذا الموضوع هالموضوع بروغرام دومبلوا ديتي حتى هو موضوع مهم. الناس اللي داخل كندا ولا لي جون كاينين اتفاقيات ديال كندا مع دول كاينين متابعين ديال الحلقه من اوروبا راه كنشوفكم لكتي جون اونتر 15 و 30 يعني من 15 30 عام راه كاين واحد بروغرام اتفاقيه بين كندا وبين هاد الدول كتجي هنا سريعا كيعطوك بيرمي طرافاي اوفر وكتشتغل وتقدر حتى تدرس الا بغيتي ولا تشتغل فيه سنتين. سمعوها مزيان راني تكلمت عليه بالنسبه للناس القاطنين والحاصلين على الجنسيه باوروبا راه كاين شرط حيت كاينه اتفاقيه بين هاد الدول. بالنسبه للناس عندهم اقامه خصكم تبحثوا في الموضوع ما نقدرش نجاوبكم عليه لان انا عارف الناس صحاب الجنسيه هما اللي عندهم فرنسي ايطاليان اسبانيول وي تقدر اللي عندك اقامه دائمه او بغيتي تقدم دخل لي كونديسيون و ايسي. انا كنصحك هذا راه سي ان بروغرام غراتوي مجاني جرب ما خسرتي والو راه كيعطوك عقد في عامين بالنسبه لي جون 15 و 30 عام. سمعوها مزيان راني درت حلقه خاصه بها هاد غيشي امبلوا هذا خاص وريتو لكم باش تعرفوه خاص بالمناطق الارياف ماشي كيبيك ماشي المدن. غندخلو كمثال اول حاجه خاصكم تسجلوا هاو شيرشور دومبلوا غادي ديروا لو بروفيل ديالكم شكون كنت هاي بور شيرشي ان امبلوا. هذا راه بحال غيشي امبلوا فيديرال راه اهم نقطه وباب من ابواب دخول كندا كالقناه راه هو غيشي امبلوا راه لي جومني ميم بالبروفيل ديالك في لونتري اكسبريس الناس ما عارفينهاش راه لي تقدر تجيمليه يعني تربطهم ملي كتدخل وتابليكي هنا مثلا على عقد عمل وعندك البروفيل في لونتري اكسبريس وتجيمليه مع غيشون بلوا راه لومبلويور كيشوف هذا سعيد بن حمول بن قدور ولا وائل بونابورت ابليكي على هذاك مثال ابليكا وي هاد السيد كويزيني داكور راه كيشوف عندك اونتري اكسبريس عندك بروفيل اون كور كاين بروفيل ديالك اوتوماتيكمون واحد غيشون بلوا كيقول داك لومبلوي شوف هذا راه عندنا البروفيل ديالو راه عنده لي كونديسيون بور كي سوا ايميغرون كاليفي في كندا يقدر يكون مقيم دائم هنا بكندا. كتقول السيستيم حيت غولي كتسمى جوملاج راني وريتو لكم وغادي نوريكم من كيفاش تعملوا له كيقول له ها هو هذا راه ممكن لا قبلتيه وشفتي فيه لي كونديسيون راه عنده بلوس دافونتاج يدخل كمقيم لان فيه لي كونديسيون سولون سون بروفيل باش نشرح عليكم مباشره خاصكم تسجلوا فيه انسكريبي فو ماتنون غادي تدخل المعلومات ديالكم انا غادي نجيكم الناس صحاب لونتري اكسبريس شوفوا هنا صحاب لونتري اللي عنده البروفيل كونت بلس سمعوها بالنسبه لكم نتوما كونت باس كونت بلس هما نتوما عندك بروفيل كنصحك بها هذه شوف اش كاتب لك فوت ادريس كورييل فوت نيميرو داسيرونس سوسيال بالنسبه للناس اللي بحالنا هنا في كندا ولا مقيمون ولا او شوفوها فوت نيميرو دو بروفيل دونتري اكسبريس راك عندك رجل هنا وعندك رجل في البلاد ديالك بهذا المعنى راه انت غير متواجد السيستم راه كيعرفك حنا عندنا نيميرو داسيرونس سوسيال بالنسبه لواحد عنده جنسيه ولا مقيم دائم بحال نمره لاكارت ناسيونال ولا الاي دي ديالكم في الدول العربيه اولا نيميرو دو بروفيل دونتري اكسبريس هما نتوما الناس اللي عندهم البروفيل راه تختاروا هذا اكسبريس كونت بلس ودخلوا هذا موضوع مهم جدا بور لو رورال نرجع للموضوع بروغرام بيلوت ديميغراسيون دون لي كوميتي رورال دي اي دي نور تروفي ان امبلوا شوفوا مزيان الله يخليكم كي بو بريزونتي اون دوموند هاهو نخليه لكم لان نتوما اللي خصكم تشوفوا هادشي سينو راه غادي يطول عليكم كنعطيكم معلومه الرابط دخلوا له كنشرح لكم
شناهم الاجراءات بالنسبه للناس اللي داخلين هنا؟ علاش قلت حيت كاينين لي كونديسيون. شنو هما لي كونديسيون؟ تكون عندك ليكسبيريونس ادميسيبل هنا دو طرافاي ادميسيبل، تكون عندك اكزيجونس لينغويستيك قلت لكم 4 اي بلس سولون لومبلو حسب المهنه ديالك، ها هي غادي تدخلوا لها تدخلوا ليها لي زيجون غولاتيف زيتود اش قريتي، واش قريتي هنا، واش دراستي، اش عملتي، بروفي كو فوزافي اسي دارجون، حيت واحد شهرين ثلاث شهور نقولوا هذا دائما خصك باش دير داك لي فون سوفيزون بور سوفينير افو بوزوان، سي سا باش تقضي دارجه باش تقضي باش تادي الواجبات ديالك ديك شهرين ولا ثلاث شهور. افوار لانتونسيون دو فيف لاكوميتي، خصك تبرهن لهم انك باغي تعيش في هاد لاكوميتي. هاد لاكوميتي بحال كتقولوا منطقه ريفيه، ريفيه ما كيهضروش على تورونتو ولا فانكوفر ولا مونريال، منطقه ريفيه. لي بروبر عيعطوك اون لتر دو ديزيناسيون كتكلمت عليها، لتر دابوي، رساله دعم لقبلوك هاد لي كوميتي. وننصحكم كاينه واحد براندن، سمعوها سيروا ليها، براندن راه كاينه هنا راه كتقبل باغا الناس بزاف، براندن سيروا ليها. انا كنعطيكم هاد لو بيتي تروك، جربوا حظكم. توت لي زيكزيجونس بوفي كومونسي ا شيرشي ان امبلو ادميسيبل دون لا كوميتي، هي هادي غيقول لك خاصك تقلب لينا على يديك الكيشي امبلوا، ها هو مباشرة. لين دو كوميتي بارتيسيبونت افوار اون اوفر دومبلوا، خصك يكون عندك عقد عمل يعطوك اون بروميس، شرط مهم سمعوه مزيان. بالنسبة للناس اللي خارجين كندا غادي تبداو نتوما ب تابليكي تقلب في كيشي امبلوا على عقد عمل في هاد لو كوميونيتي، ما غاتبداوش بهاد الطريقة هادي. الناس اللي داخل كندا وي تقدر تبدا بهاد الطريقة باش نتفاهمو، حيت اللي خارج كندا تيكون عندك عقد عمل وتقدر تابليكي لهاد هاي افوار اون اوفر دومبلوا اوتونتيك. غادي ندخلوا له تشوفوها من بعد. لين دو كوميتي بارتيسيبونت سور بون طون بلان، ما تكونش سيزوني، يعني طون بلان تبقى سالير مينيموم بلا بلا. نيفو دو كومبيتونس ها هو لي سي ام بي 0 ا بي سي دي، دي بالنسبه للناس اللي داخلين كندا، دي يعني اخر حاجه، يعني كدير لا ريكورد فرادا كتمشي دير الجني في الحقول، هي هذه دي. غاديش نطول فيها، يعني طالبين ما طالبينش دي ستوندار عاليين. ها هم نورث باي تندر باي، هذه اللي بغيتكم، هاد براندن مانيتوبا. اوكي انا نعطيكم هاد لو تروك هذا، سمحوا لي كنصيحه، ها هو لو سيت ديالهم، هادي لكم، هادي كلهم اللي مشاركين فيهم راهم طالبين الناس وباغي الناس يد عامله، لا فيكم الشروط بهذا المعنى. براندن سيروا ليها وما خسرتوا والو، اوني ساي هادشي راه مجاني حكومي، ما كتخسر حتى شي حاجه ولا يؤثر على الملف ديالك باش نتفاهموا. هادي راه ماشي دي زونتري اكسبريس وداكشي، نو لا يؤثر، لانك تابليكي على عقود عمل، ها هو غوفرنمنت كندا. كنتمنى لكم حد سعيد ودائم معكم بالمصادر الموثوقه والمؤكده. شكرا لكم والى الحلقه المقبله ان شاء الله، الى اللقاء.